صراحة الرياضة والنشاطات الحيوية مهم جدا، واحنا بنتمرن نوازن في التمرينات بتاعتنا لكل عضلات الجسم. يعني ما ينفعش ان احنا نمرن الجزء الابر بودي ونهمل عضلات الرجلين او العكس، وده اللي هنعمله مع بعض النهارده في الحلقه بتاعتنا، اللي احنا هنعمل مجموعه من التمرينات هنشغل بيها ونقوي بيها عضلات الرجلين بتاعتنا باستخدام الدمبل. اول تمرين هنشتغله مع بعض هو تمرين دمبل سكوات. هبدا انزل، اخلي رجلي بمستوى كتفي وانا ماسك الدمبلز بدا رجلين، وابدا انزل سكوات. هنعمل 10 عدات. حاول وانت بتنزل تخلي وسطك لورا، زق وسطك لورا، ظهرك مفرود. 4 5 6 7 8 9 10. اول حاجه خلصناها. ثاني تمرين هنعمله هنشتغل برضو لعضلات الرجلين، هنعمل ريفرس لونجز. نحاول نثبت رجليا دي على الارض وابدا انزل برجليا الشمال، بس اهم حاجه وانا بنزل اخلي ظهري مفرود وباصص لقدام، ركبتي الثانيه مش بتلمس الارض. وارجع تاني. 1 2 3 4. حاول تخلي بطنك مشدوده وظهرك مفرود. 5 6 7 8 9 10. نشتغل 10 عدات مرة على اليمين و10 عدات على الناحية التانية. وهعمل تمرين كمان بس باستخدام دمبل واحد بس، تمرين جود مورنينج. هشغل بيه عضلات الهامسترنج، عضلات الخلفية للرجلين. همسك الدمبل هنا، رجليا بمستوى كتفي، وأنا بنزل أتني ركبتي سنة بسيطة وأحاول أزق وسطي لورا. 1 ظهري مفرود. 2 3 4. نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نشغلش الظهر، كل التركيز كله على عضلات الرجلين الخلفيه. كمان 3 عدات. 4 5 6. ونخلص دي. هندخل بعد كده تمرين لعضلات الهيب ابدكشن، عضلات الخارجيه للرجلين. هحط الدمبل هنا على رجلي وابدا ازق رجليا للجنب. 1 2 3. لو مش قادر اثبت في نفس البالانس ده، ممكن لو في اي حاجه اقدر امسك بيها بايديا واتند عليها. 5 6 7 8 9 10. هنشتغل برضو 10 عدات على رجل اليمين و10 عدات على رجل الشمال. هنعمل تمرين كمان اخير لعضلات السمانه واحنا باستخدام الدمبلز. هبدا اطلع على مشط رجلي. 1 2. واحاول وانا بنزل دايما في الحده السلبيه، بنزل حركه سلبيه، بنزل بالراحه بطيء. 4 5 6 7 8 9 10. 5 عدات اخيره. 1 2 3 4 5. وبكده نكون عملنا مجموعه من التمرينات باستخدام الدمبل، شغلنا بيها عضلات الرجلين ومقاوم بيها عضلات الرجلين. طب النصيحه اللي حابين نقدمها لكم في نهايه الحلقه بتاعتنا، نحاول على قد ما نقدر ان احنا لازم نمرن عضلات رجلينا زي باقي عضلات الجسم كلها، عشان يكون في بالانس عندنا بالجزء العلوي والجزء وعضلات الرجلين كمان. نحاول نعمل التمرين ده والنصائح اللي احنا بنقدمها لكم، وان شاء الله توصل للهدف اللي انت عايزه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ونشوفكم في حلقات تانيه جديده.